شارك وزير الخارجية سامح شكري في الندوة التي نظمها المجلس المصري للشؤون الخارجية احتفالا بالذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة تحت شعار دبلوماسية الحرب والسلام 50 عاما على حرب أكتوبر. وأكد شكري أن ذكرى 50 لنصر أكتوبر تسترجع كل معاني الكرامة والتضحية وتعكس صلابة الإرادة للشعب المصري وما تحمله أمتنا من تاريخ وحضارة وإخلاص للوطن في حرب باسلة سجلها التاريخ كواحدة من أعظم الحروب في العصر الحديث، مضيفا أن ملحمة أكتوبر تجسد الإعجاز الذي مثلته في استقراء الواقع والرؤية طويلة الأجل والتي تأسست على قدرة القيادة السياسية والدولة على استشراف المستقبل والاستناد إلى شرعية الحرب من أجل السلام.